السلام عليكم، اهلا الاخوان والاخوات، خوتي وخواتاتي، كيف بقيتوا؟ لاباس عليكم؟ بخير هاني، نتمنى من الله تكونوا بخير وعلى خير يا ربي الحبيب. ودائما كنبداو بالفيديو ديالنا بالصلاه على النبي، اللهم صل وسلم على الحبيب محمد عليه الصلاه والسلام. هذا النهار اخوتي بديتكم بالبقول البقول البقول، كيف بقيتوا اخوتي؟ لاباس عليكم؟ نتمنى ان شاء الله كاملين بكم تكونوا على خير وبخير، وشكرا على التعاليق ديالكم الزوينه المحفزه، والناس اللي انضمت للقناه كنقول لكم مرحبا بكم والف الف مرحبا، شرفتوني ونورتوني اخوتي فوق راسي، الله يسهل عليكم. شكرا لكم مع نهار جديد وفيديو جديد ان شاء الله. هذا النهار الحداقه يا لاله والحماس، وفيه روتين وفيه خروج وفيه كل شيء. المهم اخوتي كنحاولوا نشاركوا معكم واحد الجزء بسيط من حياتنا اخوتي العزاز، راه ماشي هادشي اللي كنديرو كما كتقول ام حمزه، راه ماشي هادشي اللي كنديرو كله، راهي واحد الجزء بسيط اخوتي، واحد 9 دقائق بسيطه. هنايا عندي البقوله درتها صراحه فرضت معها واحد سنين في ديال الثومه وشويه ديال القزبر ومعدنوس، كما كتشوفوا كانوا عندي في الكونجيلاتور يعني مجمدين، هزيت شويه من القزبر وشويه من المعدنوس حطيتهم هنا على البقوله، دابا يدوبوا. البقوله كانت عندي صراحه مقرده، قردتها في الهاشوار ما شاركتش معكم. المهم كلشي اخوتي العزاز كنت مزروبه شويه، هادشي علاش، وراكم عارفين الصور كيستغرق الوقت. هنايا حطيتها تفر صراحه، درت لها مليحه الثومه سميتو الملحه والثومه والقزبر ومعدنوس هكاك، وقفلت وحطيتها في الكسكاس هكا، درت البرمه ميها وحطيتها تفر. هنايا درت الشرموله ان صفرها مبارط ثاني، هنا كطيب الاندومي، تسني الجواريه طيبت الاندومي وكلا وحطات في الطبسيله وشات، وكنتسنى عاوتاني انصاف تحيد هاد الاندومي ديالها راه كاين على الاندومي اخوتي، هاد النار ديال البقوله الدراري ما كياكلوش البقوله، يلاه كناكلوها حنا الزوج الكريم. ايوا جويريه صاوبت جوج الاندوميات ومشات، وانصاف راه دارت وحيده عاوتاني، راه دارت لا لاصوص اللي صاوبوها انا ديالي وليداتي بلاصوص مطيشه، كيحكوا مطيشه يديروا شويه د البزار وزويته وكيسلقوها هادي في الماء ويديروا لها العطريه ديالها وعاد كيصاوبوها. هادي انصاف راك تصاوب الراس اخوتي العزاز، هانتوما درتها هنا قلت لها راه نشاركها مع المتتبعين ديالي. هانتي هانتوما خوتي العزاز، شوف حرقوا لي، حطوا لي المقلة على داك الجلده اللي كنت دايره البوطاجي، الصراحه كانت نافعه لي، وحطوا عليها المقلة سخونه كما كتشوفوا تقشرت. غاد شريت لها ان شاء الله باذن الله واحد هذيك اللي كيلصق على الجليج، دابا نشاركوا معكم ان شاء الله. عندي لها واحد شويه هنا البقوله ديالي كما وريتكم عادي، درت لها شريميله حيت الثومه اصلا ديجا كنت درت لها الثومه والملحه، حكيت لها واحد سنين في صغير ديال الثومه، ودرت لها شويه الكمون فلفل حمراء وزويتها بلديه، وزدت واحد شويه د الملحه حيت اصلا فورتها بالملح. مهم عادي يا اخوتي العزاز، المهم البقوله الشريميله ديالها كلشي كيعرف يديرها، والزيت البلديه هي اهم حاجه الصراحه في البقوله اخوتي العزاز، لما كانش الزيت البلديه راه كيف والو. انا واحد النص حامضة عصرتها صراحه، البقوله كتحتاج الحامض، ودرت لها شويه د الحار اخوتي العزاز ديال الاندومي الانصاف هذيك الخنيشات ديال امي كد الاندومي كتكون وحيده د الحار وحيده د العطريه، درت لها شويه د الحار ما درتلاش بزاف، هي واحد شويه حيت الزوج ديالي ما كيبغيش الصراحه الحار. وصافي هي مهم بنتها، وصافي هنا الليمون عصرت لها الصراحه الحامض، وصافي كنخليها تقلى، ومي كتقلى لي كنزيد عليها واحد شويه ديال الزيت البلديه من الفوق، من بعد ما كتقلى كيعطيها اخوتي واحد المذاق، وجات صراحه خطيره الله يلا اخوتي. هذه عندي شاركتها معكم في فيديو السابق الليله، حتى هذا كانت عندي في الثلاجه هكا وقرتها لغد ليه، ضربت لها تقريضه وغسلها وفورتها، وهذا النهار ان شاء الله عاد كتاب هكا نقليها باش نتغداو بها ان شاء الله. جويريه غسلت لمي عنات، وحنايا غنتغداو ان شاء الله وغنخرجوا خنيجه حنا وانصاف، غناخد لها الصراحه واحد السريولات هكا، بقات مسكينه بلا سراول، راكم عارفين الوليدات اخوتي العزاز كيتمندلو كي المدرسه وداك الشيء كيقطعوا الصراحه الحاجه على ركيباتهم، انا انصاف كتقطع حوايج على ركيباتها، قول لي شكون وليداتو بحالو. وتحياتي للاخت اللي كنت شريت زلايف وبقات كضحك، قالت لي قالت لي واش الفيديو، كنت قلت لها زلايف راه عندي مخبعين هما الروديات، قالت لي واش راجلكم عايشهم، راه كاع ما كيتفرجوا الفيديوهات ديالي في اليوتيوب، والله العظيم اكثريه كيمشي للفيسبوك، قليل في كنلقاه كيتفرج في فيديو ديالي قليل مره مره، حيت اكثريه كيعجبو الفيسبوك. هنايا البقيله الصراحه حطيتها، حطيت واحد الصبيبه ديال القناريه كانت مازال لي الصراحه من البارح، راه كنت شاركتها معكم في الفيديو، حطيت ديك الصبيبه، وهنا عندي واحد جوج كويسين د اتاي حيت غنتغداو هي حنا والزوج الكريم اللي كتقول اختي العبديه تحياتي ليها، غنتغداو هي بجوج والله العظيم غنتغداو هي حنا وياه. صافي هنا انا غنتغدى البقوله وهو غيتغدى القناريه حتى هو اخوتي، حطيت له عفوا سمحوا لي، حطيت له شويه البقوله درتها له هي بالزيت والكامون، وهذا ما كيبغيش مقليه، حطيت له هي شويه كلاها هكاك بلا خبز، دابا ياكل ان شاء الله القناريه. المهم حطينا هكا جوج كويسات ديال اتاي نشربوا اتاي،
وصافي هو عيا كل القنارية وانا عندنا كل البقولة، اللهم اديمها نعمة واحفظها من الزوال يا ربي. وصراحة الله انصاف ما قريش دابا، خرجت من المدرسة هي مع الثلاثة صافي تغدينا وغنخرجوا حنا وياها ان شاء الله ناخذ لها شي سريولات، قلت غناخذهم ان شاء الله باذن الله هكا يا من كل شت واحد سريولات ديال الجين فنين اخوتي العزاز في الخردة. مهم كل واحد شنو كيقول لها، حنا كنقولوا له الخرده ما نعرف، هذيك الحوايج اللي كيكونوا ديال برا صراحه الله كيكونوا معلقين وزويولين هكا رقيقين، يعني ماشي زعما شي حاجه زعما صراحه كيكونوا غاليين في الثمن. وصافي غنتغدى ان شاء الله ونخرج، ما شاركتش معكم اخوتي العزاز ملي كنا خارجين وداكشي. مهم لبسنا حويجاتنا، كان صراحه خرجنا هنايا حتى نقول شي وقيله شي 5 ونص ساعات خرجنا. مهم دزنا لداك البليصه ديال الخرده، راكم عارفين الخرده شحال كتحتاج الوقت هكا تقلبي فيها وداكشي وتعزلي، وبقينا شحال وحنا كان هذا كنقلبوا هذه ايوا راه جات هي هنايا خدامه كتلعب. المهم بديت بها هي الاولى والتالي هنايا يعني نقول لها اجي نوري السريولات ديالك وريهم للمتابعين ديالنا نشاركهم معاهم. وهذا الشيء اللي كاين اخوتي الله يسهل عليكم اللي وصلت لهنا، ما تنساولاش اخوتي من اللايك والبارطاج الفيديو، راني نسيت كاع ما قلت لكم ديروا اللايك اخوتي العزاز، كان خصني نقول لكم في الاول ديروا اللايك ضروري هاد التذكيره ديال اللايك، ما تنساوناش اللايكات الله يسهل عليكم نتوما راكم كديروهم، شكرا لكم والله يحفظكم، وشكرا الناس الجداد والناس القدام، وشكرا الناس داخل الوطن وخارج الوطن، شكرا لكم كاملين خوتي العزيز الله يحفظكم والله ينزيكم الله يستركم يا ربي، وكل ما كيكتب لكم منظر زوين الله يحفظه يا ربي يسهل عليه. هنا انصاف قلت له هنايا برا غنوريكم سريولات والله العظيم زوينين عجبوني الصراحه. مهم هي عزلتها هي بذوقها الصراحة الله، أنا عجبني هاد السروال هذا حمقني، هاد نتوما خوتي العزاز هاد السروال هذا حمقني عجبني بزاف، قلت لها هاد السروال هذا غنخليه لك إن شاء الله للعيد وهي كنسات كنقر حيت أخوتي فنين وكيحمقو هادو أخوتي دايرين 30 درهم والله العظيم عييت معاهم ولاهم نقصني، قال لي راه كنت كنبيعهم 50 درهم كنديرهم 50 درهم لواحد، حيت هادو كيكونو معلقين هكا في الحانوت كيتباع عندو الحانوت فيه الجديد وفيه هاد الحوايج ديال برا، قال لي راه كنت داير لهم 50 درهم قال لي الله نقص منهم حيت هكا 20 درهم خلاهم 30 درهم لواحد، خديتهم له 30 درهم لواحد خديت له ثلاثه، هذا عجبني حمقني. وهاد بوفران هذا حتى هو زويون عرفتي كيحمق، قلت ان شاء الله نخليه لك العيد الصغير ناخذ لك معاه شي كبوط هكايا ولا شي حاجه ونخليه لك، كتقول لي ياه باغيه تاخذي الحوايج باليين نعيط فيهم قلت لها راه كيجيو الناس كياخذوهم كيصدقوا فنين، انا كيعجبوني الصراحه الحاجه ديال برا كتكون ماركه وكتكون واعره، هذا صلوبيت الصراحه جاي عند ديك اللعيبه هذا حماقت عليه قالت لي والو واش نحطو، قالت لي ناخذو هذا صراحه فن 30 درهم اخوتي ماشي بطل، يعني 100 درهم ثلاثه ديال السراول والله العظيم ايوا صراحه الله عجبوني بزاف بزاف. وهنايا المهم جلسنا لعبت هي صراحه شي شويه وعرجعوا حتى ان شاء الله باذن الله للدار. المهم راني كنهضر جات حدايا كتقول لكم راه كتقول لكم شكون اللي واش كنتشابهوا ولا لا حنا وياها والله العظيم اخوتي هي كاين فواحد البلاصه ديال المصلى مشينا جلسنا واحد شويه هكا من الصداع راكم عارفين ولا هضره ولا كتزلي على شي حدا كتقول لي شوفي كنشبه لك شكون واش كنتشابهوا ولا لا. المهم قولي لنا اخوتي واش كتشبه لي انصاف ولا قولوا لنا في التعاليق. شكرا لكم اخوتي العزاز وتحياتي لكم وتحيه للاخوان والاخوات كاملين داخل الوطن وخارج الوطن وما ذكرت دوله الصراحه كلكم كتدخلوا عندي وكتكتبوا لي تعليق زوينه، شكرا لكم بزاف الله يسهل عليكم والله يحفظكم والله ينجيكم من شر الخلق اخوتي العزاز، كل ما حاجه كديروها معايا الله يجازيكم بخير والله يجيبها لكم في ميزان الحسنات في هذه العواشر، وعشركم مبروكه ان شاء الله بالصحيحه والسلامه. هنا راه كنوريكم الغروب قريب صراحه الغروب راه الشمس بدات هكا كتغرب وصافي غنوليو يعني للدار. المهم خديت لهاديك السريولات درنا شي شويه الصراحه بنادم كيبدل الجو صافي والله العظيم راكم عارفين اخواتي كنقيلو في الكوزينه الدار هلما عن هاد السياقه لتجفافها يوميا. وجبت هاد الكحيله صراحه الله لقيتها عند واحد السيد فن اخوتي مخضره منعنعه زويونه وخديتها قلت ان شاء الله غدا في الصباح غنديرهم بها حريشه هكايا، جبتها دابا في الليل هكايا وغنقيها دابا في الليل اخوتي ونبيتها في الميكا وكنصبح في الثلاجه وصافي في الصباح ان شاء الله ندير لهم بها حريشه دابا نشاركها معكم كتجي فنه لهاد البرد غزاله. وليداتي انا كيحماقوا عليا انا كنزيد نوريكم السريولات هنايا وتهلاو في راسكم اخوتي، نتلاقاو في فيديو جديد ان شاء الله باذن الله. شكرا لكم ما تنساونيش اخوتي من التعاليق ديالكم الزوينه المحفزه ولي لايك الفيديو والبارطاج فضلا وليس امرا، الله يسهل عليكم يا ربي ويجيبها لكم في ميزان الحسنات. تحياتي لكم كاملين اخوتي العزاز مع فيديو جديد ان شاء الله نشارك معكم عاوتاني حريشه ان شاء الله باذن الله. وصافي هادشي اللي كاين اخوتي مهم سيرت معكم واحد بسيط من نهير اللي دوزتو انا وبنيتي هكا العشيه ان شاء الله باذن الله، مازالين فيديوهات جديد ان شاء الله وروتينات جداد وتحفيزيا
كنتمنى ان شاء الله باذن الله يعجبكم هذا النهار هذا اللي دوزت معكم، وغنقول لكم الى اللقاء اخوتي، باي باي، تهلاو في راسكم، تلاقاو في نهار جديد وفيديو جديد، ومع السلامه وبوسه كبيره لكم اخوتي العزاز، يلا باي باي عليكم.